إلا شنا المباراة والأهداف اللي تلقينا فهي أخطاء فردية يمكننا نتفاداوها. وجاتنا الكرة ديال باش نقتلوا الماتش ديال 3-1 ديال المصطفى اللي مشى مع الحارس وسجل الإصابة، ولكن كلاوديو كان تما وخرج الكرة من الشبكة، هي اللي جعلت التورنون ديال الماتش من طبيعة الحال انك تسمح بديك الطريقة وكدير أخطاء بداك الشكل، أخطاء فردية في الدفاع كتخلص. على العموم أنا بالنسبة لي أنا في المباراة كانت جميلة من جميع النواحي تاعها، لا من ناحية لونجاجمون، لا من ناحية الأهداف، لا من ناحية كذاك الأداء ديال الفريقين بجوج، ولكن حتى أخطاء تحكيمية اليوم واخا ما نبغيش ندوينا على التحكيم ساهمات في الهزيمة ديال الدفاع اللي ما كانتش كتستحق الهزيمة. إلا خسرنا اليوم راه خسرنا بأخطاء تحكيمية، ما خسرناش بأخطاء رغمة. حنا ساعدنا في هذا الاتجاه لأن جوج الأهداف كنطلقاهم لا في الشوط الأول ولا في الشوط الثاني كلهم أهداف أخطاء فردية، ومما يزيد في الطين بلة والأخطاء التحكيمية، يعني كتصفر ضربة جزاء الفريق المسيوي اللي ما نقولش كان ولا ما كايناش. كنا شفتها في التليفون، ضربة جزاء تاعنا واضحة، وحتى من الحكم الشر دخل لأنه كيشوف بأن غتعلن، ولو كان تفاجئوا بأن الحكم كيتغاضى عليها. مع كامل الأسف مباراة بهذا الحجم اللي كانت جميلة واللي كانت شيقة وكانت ممتعة كيخسر التحكيم وكنولوا حنا خاسرين، لا من ناحيه للاعبين اللي كيتهضروا اللي كيتضاد قرناص، لا من ناحيه المعنويه ولا من ناحيه النقاط اللي كيمشيو لنا بالظلم. وكنظن الجامعه وعلى راسها مسوف وزير الخجاع اللي كيحاول يحدد سواء من الطريقه ديال التعامل او من الطريقه ديال التحكيم، تنظن الفار في القريب غادي يكون في المغرب. احنا كنشوف المباراه اللي كبيره بين باريس سان جيرمان اللي المباراه كاع سمو نقولوا سالات، وحتى من الحكم صفر ضربه ركنيه، وحتى من اللاعبين ديال مانشستر يونايتد قبلوا الركنيه، ولكن الحق رجع للمواليه من بعد من الحكم مشى يشوف التلفازه وكيلقى ضربه جزاء. احنا كنشوف بان الحكم كيشوف فيها واضحه امامه وكيتعامل بمكيالين، كتعطي ضربه جزاء الاسفي اللي نقول كاين ولا ما كايناش، وكتغاضى عن ضربه الجزاء اللي هي واضحه ديال الجيده، وهنا كتساهم في النتيجه وكتظلم الفريق ديال الجديد اللي كان كيستحق اكثر من نقطه اليوم. ولو كان كنشوفه كيرجع خاول في الوفاض، وكذلك عنده لاعب مطرود.